أولا اسمحي لي أن أحييكم وأحيي مشاهدي قناتكم الكريمة. الموقف الإسرائيلي هو في موضع حرج يعني كبير وكبير جدا، هو يحاول أن يعرقل الاتفاق لكن ليس بيده شيء، والموقف الإسرائيلي في ضعف كبير. حتى أن المصادر يعني البيت الأبيض قالت أن نحن أبلغنا حلفائنا بحسب ما اعتبره الإسرائيلي والخليجي عن أننا نحن على مقربة من الاتفاق. ووزير الخارجية الإيراني السيد أمير عبداللهيان عندما تحدث في مكالمة هاتفية مع سلطنة عمان شكرها على سعيها، هذا إن دل على شيء يدل على أننا نحن على أبواب أو ساعات قليلة خلال 24 أو 48 ساعة يكون يعني الاتفاق أنجز إذا لم يطرأ أي جديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الأوروبيون اليوم في وضع صعب جدا، محاصرون بالطاقة، ليس لديهم أي بديل عن الغاز والنفط الروسي، حاولوا أن يجدوا بديل حتى عن عبر إسرائيل عندما حاولت استخراج غازها ونفطها من البحر الأبيض المتوسط يعني في فلسطين المحتلة، إلا أن جاء الرد من قبل المقاومة في جنوب لبنان أنه لا يسمح لكم أن تخرجوا غازكم دون إخراج غازنا ونفطنا. هذه عرقلت المساعي الإسرائيلية على أن تكون بديلا أو مساعدا للأوروبيين والأمريكيين، مما زاد مأزقهم أكثر فأكثر. أما الأوروبيون فهم يسعون إلى وجود بديل حقيقي لأنهم في أزمة كبيرة اقتصاديا، في يعني وضع نحن على أبواب شتاء قارس، وأيضا في الجفاف أصبح لديهم مشكلتين في انخفاض نسبة الأنهار. حاولوا نقل الفحم بأن يكون بديلا عن الغاز للمفاعلات يعني المؤسسات الشركات لديهم شركات الطاقة، إلا أن الأنهر أصبحت منخفضة جدا المياه فيها، حتى النقل في المياه في الأنهار أصبحت صعبة، فعليهم أن يجدوا البديل. ليس أمامهم إلا الملف النووي الإيراني، أن يقبلوا بالطروحات التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية حفاظا على حقوقها، وربما نصل إلى نتائج إيجابية. نعم، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيد رضوان، رئيس الوزراء الإسرائيلي يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف التنازل لإيران. ما هي التنازلات التي تخشى إسرائيل من أن تقدمها الغرب لإيران؟ يعني الإسرائيلي يتكهن كثيرا ومطالبه كثيرة لا تقف عند حدود، وهو أصلا يفشل في كل مساعيه التي سعى إليها منذ يعني حتى في عهد أوباما كان يسعى إلى إفشال الاتفاق والمفاوضات ووقعت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن عاد ترامب يعني إكراما للإسرائيلي خرج من هذا الاتفاق. اليوم الوضع مختلف تماما، الإسرائيلي يتخوف من كل شيء. يعني ماذا يعني له أن يكون هو يعني دولة نووية في المنطقة ولا يسمح للآخرين أن يكونوا دول نووية؟ هو يملك الأسلحة النووية، وإيران لا تريد امتلاك أسلحة نووية، هي تريد النووي للعلمي. طيب هنا نسأل أستاذ رضوان، لماذا قد تعرقل إسرائيل الاتفاق إذا كان هذا يقيد إيران وتمنعها من الحصول أو الوصول إلى القوى النووية؟ إسرائيل كانت تسعى دائما إلى وضع شروط داخل الاتفاق الملف النووي، حول الصواريخ، حول دعم المقاومة في فلسطين المحتلة، حول دعم المقاومة في لبنان وفي محور المقاومة بأكمله. الإسرائيلي يريد دائما أن يعقد الأمور على إيران، لأنه يعرف تماما أنها هي العدو الأساسي له في المنطقة. وحتى أن عندما سعى إلى حلف ناتو مع دول عربية في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنه يخاف ويعني وهو يعرف تماما معرفة أن المواجهة الحقيقية ستكون مع الجمهورية الإسلامية، كان عبر الصواريخ وعبر التطور التكنولوجي عبر الأقمار الصناعية. كل هذا لا يريده الإسرائيلي لإيران، يريد أن يبقى هو المتفوق. طيب كيف تريد إسرائيل إيران؟ هل تريدها نووية أم تريدها إيران مرفوع عنها العقوبات؟ وفي الحالتين يعني ستكون قوية نوعا ما. لا، إسرائيل لا تريد لا هذه ولا تلك، إسرائيل تريد إيران ضعيفة، إيران غير متقدمة، إيران لا تملك قوة عسكرية، إيران وضع اقتصادي منهار، هذا ما تريده إسرائيل. إسرائيل كانت دائما تريد أن تزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن الأمور اختلفت اليوم، نحن في مكان آخر. الجمهورية الإسلامية لها حلفاء، لها أصلا أصبحت قوة ذاتية من قوتها الذاتية، لا
تعتمد على أحد في القوة العسكرية، وحتى في الاقتصاد أصبحت متقدمة جدا، الأبواب أمامها مفتوحة. الإسرائيلي هو في مأزق وليس الإيراني. الإسرائيلي يحاول أن يضغط عبر حلفائه، عبر أصدقائه الأوروبيين والأمريكيين، لكن هنالك مصالح للدول هذه، يعني يكفي على الأوروبيين أنهم في مأزق، لا ينصتون إلى الإسرائيلي وهم في أشد الحاجة وأمس الحاجة إلى الوصول إلى الاتفاق. الإسرائيلي أصبحت يعني جوانحهم مقطعة إذا صح التعبير. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رضوان قاسم، محلل سياسي وخبير في الشؤون السياسية الدولية، حدثتنا من برلين. شكراً.